حالة من القلق بدأت ترتسم على ملامح المشهد بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، بعد إعلان سلطاتها الكشف عن أول حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا في مدينة الشحر الساحلية، التي باتت الآن مغلقة بشكل كامل بعد أن فرض الجيش إغلاقا كاملا للمدينة بهدف عزلها ومنع انتقال العدوى إلى بقية مدن ساحل حضرموت. وفي حين تتضارب الأنباء والمعلومات حول الكيفية التي انتقل فيها الوباء القاتل للمدينة، فرضت السلطات بالمحافظة سلسلة إجراءات أولية قابلة للتصعيد خلال الأيام القادمة، من بينها فرض حظر التجوال منذ ساعات الصباح الأولى على كافة سكان مديرية الشحر وبقية المديريات الشرقية المجاورة لها كالديس الشرقية والريدة وقصيعة. أخذنا إجراءات سريعة لمحاصرة هذا الوباء، أغلقنا مدينة الشحر بشكل عام، أغلقنا الأحياء كلها، أغلقنا حي الميناء والميناء نفسها، وقمنا بمحاصرة الناس في هذا الموقع. السلطات الصحية بساحل حضرموت سارعت ومنذ اللحظة الأولى لإعلان ظهور الوباء في إرسال طواقم طبية وصحية إلى المدينة الساحلية لإسناد قدرة طواقمها المحلية ومساعدتها في احتواء الأزمة. وفي وقت أمرت السلطات بإقفال ميناء الشحر الذي يعتقد بأنه كان مصدر انتقال الوباء، أكد المحافظ البحسني أن السلطات بدأت بتقديم العلاجات للشخص الذي اكتشف إصابته بالمرض ووضعه وكل أفراد أسرته في الحجر الصحي، بالإضافة إلى إغلاق الحي السكني القريب من الميناء. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلف.